أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مراسلو التربوية على المحبة. نلتقي لنكون معكم بجولة مع مراسلينا بمحافظاتنا السورية ونسلط الضوء على الواقع التربوي من خلال تغطيات ورسائل لمراسلينا من أرض الواقع. فاصل قصير ونبدأ حلقتنا. اليوم بحلقتنا رح نبقى بمتابعة لسير الواقع التعليمي في مدارس التعليم المهني والتي تعمل على إعداد وتأهيل كوادر تتميز بمهارات قادرة على الانخراط بسوق العمل وتلبية احتياجاته المهنية والحرفية، ونسلط الضوء على تجربة التعليم المتمازج وانعكاس هذا الأسلوب التعليمي الحديث على الطالب والمدرس. اسمحوا لي رحب بداية بزملاء المراسلين نور والنوس من حمص وسماهر دنون من السويداء وضياء قدور من حلب وتالا الحسن من طرطوس ووليد سلطان من حماة وفاروق المطحي من دير الزور. تحية لكل الزملاء. ومباشرة نبدأ من حمص وزميلة نور والنوس، وإضاءة على مبادرة تعد الأولى من نوعها في مجال تحويل المدارس المهنية إلى مراكز تدريب وإنتاج وإعطاء الطلاب فرصة اكتساب الخبرة قبيل الانخراط بالعمل. زميلتنا نور معنا من ثانوية أيهم ذيوب المهنية بحمص، ويلي بدأت بمشروع صيانة شبكة تسخين المياه لوحدة سكنية في المدينة الجامعية. زميلتنا نور ومزيد من التفاصيل. تحية لكم زملاء في الاستوديو وتحية لكل مشاهدي التربوية السورية. نحن الآن متواجدون في أحدى مباني السكن الجامعي حيث يقوم طلاب ثانوية أيهم ذيوب المهنية بتنفيذ مشروع صيانة شبكة تسخين المياه لأحدى وحدات السكن الجامعي في جامعة البعثية. أهمية هذا العمل من خلال إكساب مهارات للطلاب عملية وعلمية ودمجهم في سوق العمل بالإضافة إلى تدريبهم في بيئة عمل حقيقية. للحديث أكثر عن هذا المشروع، أهمية هذا المشروع، نلتقي مع الأستاذ وليد المرعي مدير التربية في مدينة حمص. أستاذ وليد مرحب فيك. أهلا وسهلا أستاذ وليد. نحن دائما في تغطياتنا نركز على أهمية المدارس المهنية، أهمية التعليم المهني لما تقوم بها. اليوم نحن في أحد المشاريع التي ينفذها الطلاب وهو صيانة شبكة تسخين مياه لأحدى وحدات. تحكي لنا عن هذا المشروع، أهمية هذا المشروع ومدى أهميته للطلاب أيضا. أهلا وسهلا بكم. بداية، تنفيذا لقانون 38 الذي تكرم به السيد الرئيس دكتور بشار الأسد على الثانويات الصناعية، قامت هذه الثانويات بتشكيل مجموعة من الفرق أو من الورشات الاختصاصية للعمل باختصاصهم. طبعا هذه المشاريع وهذه المشاريع سوف تعود بالفائدة العلمية والعملية والمادية على الطلاب وعلى المدرسين في المدرسة. طبعا قامت بمجموعة أو تمت توقيع مجموعة من العقود، بداية في التابعة لمديرية التربية، في المدارس التابعة لمديرية التربية، وتم تنفيذها وكانت ناجحة جدا. الآن خرجت عن نطاق المألوف أو خرجت عن نطاق مديرية التربية وسجلت أو وقعت عقود جديدة مع القطاع العام والقطاع الخاص. في هذه الورشة طبعا تم توقيع عقد مع الجامعة من أجل صيانة الشبكة التسخين المياه بالطاقة الشمسية. هذه الورشة طبعا مدة العقد كانت حوالي 75 يوم بكلفة تقريبية حوالي 60 مليون. طبعا هذه الصيانة تتم بصيانة شاملة، يعني صيانة المواد واستبدال التالف منها، وتبدأ من المراجل إلى أنابيب التوصيل المضخات وإلى الأنابيب التسخين كما نلاحظ هنا. طبعا مثل ما قلنا أنه هذه تعطي البيئة الحقيقية للعمل وتضع الطالب في سوق العمل، في سوق العمل، وهذا مثل ما قلنا له فوائد عديدة وخاصة الفائدة المادية. شكرا لك أستاذ وليد. للحديث أكثر عن تفاصيل الأعمال التي تنفذ نتقي مع الأستاذ علاء وهو مدير ثانوية أيهم ذيوب المهنية. مرحب فيك أستاذ علاء. أهلا وسهلا فيكم.
استاذ علاء، نحن مثل ما بنعرف المدارس المهنيه بعد صدور المرسوم الرئاسي 38 تحولت الى مراكز انتاجيه هامه، نفذت عدد كبير من المشاريع يعود ريعه للطلاب فائده علميه وعمليه وايضا فائده ماديه. تحكي لنا عن هذا المشروع والاعمال التي تنفذ فيه. طبعا المرسوم القانون اللي طلع رقم 38 عام 2021 هو كان حلم للتعليم المهني لتطوير التعليم المهني، وبلشنا مباشره فور صدور التعليمات التنفيذيه بتنفيذ بالتعاقد مع الجهات العامه والخاصه لتنفيذ المرسوم القانون. كانت اول بدايه التعاقدات كانت مع مديريه التربيه، حاليا انطلقنا الى عقد مع جامعه البعث وهو صيانه شبكه دار تصخير المياه بالطاقة الشمسية مثل ما انتم شايفين قدامكم. طبعا المشروع مجزأ خلال من خلال دفتر شروط فنية لعدة مراحل، في مرحلة صيانة المضخات مضخات المياه مع خطوط التغذية مع الخزانات مع صيانة غرف التحكم مع صيانة الأنابيب للتسخين واستبدال التالف منها وصيانة القابل الصياني. طبعا وفي والمرحله الاخيره صيانه داره الفلتره الملحقه بالداره مع صيانه المراجل والمحرقات الموجوده بالداره. تم تنفيذ حاليا احنا عندنا شهر هلا بلشين المشروع ب 12/9 لما اخذنا امر مباشره، حاليا صرنا منفذين فوق 60% من المشروع، مده العقد 75 يوم مده التنفيذ، ان شاء الله راح يخلص قبل نهايه المده المحدده بالعقد بفتره مليحه. طبعا الفائده اللي راح يصير الطالب لو طولنا شوي بالحديث عن الفائده اللي راح يستفاد الطالب العلمي، هلا الطالب اللي بيتدرب عندنا بالثانويه على المخابر او خلينا نقول على قطع صغيره ما نامي. اما هلا شوف مشروع حقيقي قطع ضخمه مضخات باستطاعات عاليه انابيب داره حقيقيه، هلا دار التسخين المياه موجوده بالمنازل مثل الدار الموجوده، ولكن شوف بحجم صغير يعني حجم تسخينها 200 لتر، اما هون حجم الخزان احد الخزانات 7000 لتر مي، عدد الانابيب موجود قدامنا. الدار اللي شافها هي الطالب هذا اذا بيتعلم صيانته هون ما راح يجد عن صيانه دار صغيره موجوده بتدفئه بالمنازل. اثنين نحن لهون مو بس بنعلم الطالب خلال المشروع، نحن نعلمه فقط يعمل الصيانه اول شيء راح نعلمه يكشف العطل، ثاني شيء السبب الرئيسي اللي ادى لهذا العطل. هلا الخطوه الاهم اللي بنعلمها للطالب نحن دراسه جدوى الاقتصاديه من الصيانه، انا مثلا عندي مضخه بدي عاطله وقت اللي بدي يجي يعمل له صيانته بتكلفني صيانته قد حقه، فلا جيب وحده جديده انا وتخليه ضمن فتره الضمان الجديده افضل ما اني انا اجي اعمل له صيانه وهي مكلفه. فالطالب هون وقت بيشوف انا مجرب مرحله لوصل لحدد العطل وحدد قيمه صيانته لهذا العطل، فهو متعود هون كمان هو دخول سوق العمل بدراسه جدوى اقتصاديه للصيانه، لانه انا مو معقول يجيب الزبون اللي عندي انا اعطيه اجور صيانه قد حق القطعه جديده. نشكرك استاذ علاء على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، نشكرك. رح نلتقي ايضا مع الطلاب هون اللي عم ينفذوا هذا المشروع، يعطيك العافيه. الله يعافيك. تحكي لنا اليوم انت عم تنتقل من الدراسه العمليه العلميه للعمليه، عم تطبق اليوم، قديش مهم لك كطالب اليوم الشيء اللي عم تنفذوه، قديش عم يعطيك خبره؟ هلا هي مهمة حلوة كتير وخبرتنا صارت كتير بالمدرسة، من المدرسة عنا طبق نظري وهون عم طبق عملي هون بالهاي مشان نشوف المهن هون كيف عم تكون. يعني قديش مهم اليوم عم تشتغلوا كفريق أيضا بعيد عليكم كطلاب بفائدة مادية؟ هلا الفائدة ضمن مشان العملي خبرة وهيك. يعطيك العافية. بنلتقي أيضا طلاب تانيين. يعطيك العافية. تعرفني عن حالك؟ محمد لدي. محمد تحكي لنا اليوم انت ضمن مجموعه عمل عم تقوموا باللي طبقتوا علمي اليوم عم تطبقوا عملي، قديش مهم لكم بيكسبكم خبره بيساهمكم بسوق العمل، قديش بكره انتم قادرين بعد ما تطلعوا من الثانويه عتفوتوا على سوق العمل بتقدروا تكونوا طلاب منتجين؟ هلا استاذ امامي اصلوا معنا مثلا بالمدرسه انه بيعطونا على الالات انه الصغيره، وهون عم نجي نطبق مثلا بنشوف شيء واقعي اكثر واكبر، وعم نركب الباور تبع الطاقة الشمسية ما أكثر. قديش عم يعطيكم خبرة هذا الشيء؟ بيعطينا خبرة إنه مثلا أوسع يعني نستفيد لأيام الجاية وشي هيك. احكي لي عن الشق اللي بيتعلق شوي أنت طالب وهذا أيضا عم يكون لك فائدة مادية كطالب، عم تساعد حالك وتساعد أهلك، قديش مهم هذا الشيء؟ هلا المهم يعني الطاقة المادية مو قصدك إنه الشيء اللي عم تتعلمه بيكسبك خبرة لقدام. إي يعطيك العافية. شكرا. معنا ايضا المشرف على هون على المشروع الاستاذ، تعرفني على حضرتك. استاذ باسم سلامي رئيس قسم التدفئه المركزي بثانويه ايهام رشيد ديوب. احكي لنا
أستاذ مثل ما أننا شايفين نحن خلية عمل، كيف عم يتم الإشراف على الطلاب، اكسابهم الخبرة، كيف عم يتم التنسيق بينكم وبينهم للعمل؟ قديش مهم الشيء اللي عم يشتغلوه اليوم الطلاب؟ طبعا هلأ نحن أي شيء عم يشتغلوه الطلاب نحن عم ناخده بشكل نظري عنا بالثانوية الصناعية، وفي عنا مخابر نحن بنشتغلها. طبعا هي المخابر بشكل مصغر للشيء عم يشتغلوه هون. هلأ نحن وقت بنطلع الطالب بنطلعه نحن بيئة عمل حقيقية متواجدة على أرض الواقع، هذا بيكسبه خبرة عملية أكثر، كيف التعامل بالسوق، كيف بده يتعامل مع الآلة، مع المعدات، مع الزبون بسوق العمل بشكل دائم. أستاذ كيف عم تشوفوا تجاوب الطلاب؟ قديش عم يكسبوا خبرة من وراء هذا الموضوع؟ كيف عم يكون تطبيقهم عملياً الشيء اللي عم ياخذوه نظري بالثانوي؟ طبعا هلا نحن طلابنا هي مو اول مشروع نحن بننفذه، يعني كل مشروع عن مشروع عم يزيد خبرتهم العمليه، هي بتعطيهم حافز وثقه بنفسهم. هلا النظري اكيد نحن اذا بس اشتغلنا نظري ونسينا الشق العملي نحن ولا كانه اشتغلنا شيء. نحن لحتى ندعم المعلومات النظريه لازم الطالب يشتغل بايده، ونحن هون عم نحققها بارض الواقع. يعطيكم ألف عافية وشكر موصول لكل الموجودين. أهلهم. يعطيكم ألف عافية. إذن مثل ما نحن ذكرنا بتغطيات سابقة مشاهدينا عن أهمية مدارس التعليم المهني طبعا، وخاصة بعد صدور المرسوم التشريعي لتحويل المدارس المهنية إلى مراكز إنتاج، وما لما لها أهمية لما تكسب الطالب من خبرات عملية ودمجه في سوق العمل ليكون قادرا في المستقبل على مرحلة مشاركة في مرحلة إعادة الأعمار. عودة لكم زملاء في الاستوديو. بدي تشكرك زميلة نور وكنت معنا من حمص، وطبعا من المهم جدا هذا النوع من التجارب لإتاحة الفرصة للطالب باكتساب الخبرات والانخراط مباشرة بسوق العمل. ومن حمص إلى حلب للإضاءة على تجربة التعليم المتمازج من إحدى الشعب الصفية وانعكاس هذا الأسلوب التعليمي الحديث على الطالب والمدرس. زميلتنا ضياء والتفاصيل. تحية لكم زملائي بالاستديو، وتحية لمراسلين التربوية بالمحافظات السورية، والتحية الأجمل دايما لمشاهدين ومتابعين شاشة التربوية. طبعا مثل ما وعدناكم نكون بتغطيات لسير العملية التعليمية بمدارسنا بمدينة حلب وريفا. نحن اليوم متواجدين معكم بأحد الثانويات اللي هي ثانوية نابلس للبنات، اللي هي من أفضل المدارس بمدينة حلب من ناحية الالتزام وإعطاء الدروس والكادر الإداري والتدريسي. طبعا ضمن ثانوية نابلس طبعا في شعبة التعلم المتمازج. هلأ بالبداية قبل ما نحكي عن التعلم المتمازج رح يكون معنا معاون مدير التربية للتعليم السنوي، هو طبعا ضمن جولته على السنويات بحلب، الأستاذ علي عثمان. يسعد أوقاتك أستاذ علي. بخير، أهلا وسهلا أنسي ضياء، يسعد لي صباحكم، كل عام وأنتم بخير، عام دراسي إن شاء الله مليء بالصحة والعافية والنجاح لكل طلابنا ريفا ومدينة. أستاذ علي، بداية نأخذ فكرة عن عدد السنويات عنا ضمن مدينة حلب وريفا، وانطلاقة العام الدراسي كيف كانت ولغاية الآن؟ نعم، بالنسبة لمدينة حلب في عنا 76 سنوية بنات وبنين، أما بالنسبة للريف 72 سنوية. انطلاقة العام الدراسي كانت جيدة الحمد لله، عملنا على عملية التنقلات حسب المواعيد الوزارية المحددة لعملية، قمنا بسد الشواغر قدر الإمكان وكانت النسبة حوالي 85%. بالنسبة للدوام كان جيد، قمنا بجولات ميدانية، السادة معاون مدير التربية والسيد مدير التربية على رأسنا قمنا بجولات ميدانية على المدارس، تفحصنا البيئة المدرسية، الواقع الصحي، الإجراءات المتخذة لتطبيق بروتوكول الصحي في المدارس، قمنا بفحص خزانات المياه، النظافة، نظافة الصفوف، قمنا بنشر التوعية بالإضافة لمرض الكوليرا، وقمنا بتوعية الطلاب لأخذ الاهتمام في الصحة الشخصية والاهتمام بالمدرسة، والحمد لله كانت انطلاقة جيدة. أستاذ علي، هلأ نحن حاليا موجودين بشعبة التعلم المتمازج بمدينة حلب، شو وضع التعلم المتمازج عنا؟ التعلم المتمازج كان له انطلاقة أولى وانطلاقة ثانية، انطلقنا في عام 2018. يوجد ثلاث ثانويات في حلب فيها تعلم متمازج، ومنها ثانوية نابلس للبنات. طبعا يوجد شعبة للعاشر، وفي ثانوية المعري وثانوية الباس المتفوقين. الواقع جيد، نحن نرصد
الآن كنت أنا في حديث مع الطالبات للسؤال والاستفسار عن المشاكل التي تتعلق في هذا التعلم الذي له خاصية مميزة، حيث يرتبط كما تعلمين في الوسائل التعليمية الإلكترونية ووجود الكهرباء أيضا. كانت الانطباعات جيدة ونحن جاهزون لحل أي صعوبة لتطوير هذا التعلم وتطبيقه في باقي المدارس، ونحن ندعو لإمكانية تطبيقه في مدارس أخرى إن شاء الله. شكرا لك أستاذ علي، وبخليك تكفي جولتك ومننتقل لمديرة الثانوية الأنسة عالية أتشغلي. سعد أوقاتك أنسة عالية. صباح الخير أنسة عالية. ناخذ فكرة بداية عن الثانوية بشكل عام، عدد الصفوفية وعدد الطالبات، وبعدين نحكي عن التعلم المتمازج بالثانوية. نحن بثانويتنا بلوس عنا 15 شعبة صفية، طبعا منا العلمي والأدبي. عنا طالبات شعبة 11 هي شعبة التعلم المتمازج، بشعبة طبعا انطلقت الأسبوع الماضي مثل كل شعب المتمازج بمدينة حلب. أكيد نحن كل سنة عم نشهد إقبال متزايد على التسجيل بالشعبة للطالبات يتم قبولهم من خلال اختبار إلكتروني. هذا بدي أسألك عنه، طريقة اختيار الطالبات بناء على رغبتهم والإجراءات اللي بتصير بعدها لحتى يصيروا ضمن الشعبة. تمام، نحن بنعمل بداية العام الدراسي نستقبل طلبات الطالبات من الصف العاشر، الكل طبعا بيقدم وبيتم بيخضعوا لاختبار إلكتروني، من خلاله بيتحدد الأول 30 طالب اللي هو عدد الشعبة، عدد طالبات الشعبة اللي هو 30، بيكونوا الطالبات اللي أحرزوا علامات أعلى. أكيد نحن كل سنة الحمد لله في إقبال على الشعبة ومن خلال من طالباتنا ومن أولياء أمورهم، هذا دليل أنه صار عندهم وعي بطريقة التعلم في شعبة المتمازج. هي طبعا نفس مناهجنا الدراسية ولكن فيها إلكتروني، هذا الشيء الإلكتروني كتير عم يكون للطالب ممتع ومفيد، عم يقدر الطالب يعيد درسه أو حتى يحضر لدرسه هو في البيت من خلال دخول على موقع الوزارة، وطبعا أكيد بيكون له باسورد بيعطوه إياها المشرفين التقنيين عنا. أكيد هون بيقدر يدخل إيمت ما بده ويراجع دروسه، يعمل حتى اختباراته الإلكترونية وهو في البيت. أنسة عالية، هلا بالنسبة للطالبات هي القاعة مخصصة لهم دايما بكل الدروس ولا في قاعات تانية؟ تمام، هاي القاعة مخصصة لهم بيدرسوا فيها، بيتقسموا لمجموعات، المجموعات بتتبدل بكل أسبوع وهن أكيد هون مستقرين بهاي القاعة. لا تماما، بيضلوا من أول السنة لآخرة بالقاعة، قاعة مجهزة بكل التجهيزات وبالآيبادات اللي بيدخلوا من خلال، وطبعا خط إنترنت. أكيد بدي أشكر القائمين على الشعب المتمازج بوزارة التربية، مديرية المعلوماتية دكتور ياسر، والمشرفين أكيد بحلب مديرية التربية ودائرة المعلوماتية، كل المشرفين التقنيين يعطيهم ألف عافية، ما قصروا لحتى انطلقت الشعبة بهالشكل. شكرا كثير. شكرا لك أنسة عالية. ننتقل هلا كمان للمدرسة، مثل ما احنا شايفين هلا طريقة الإعطاء وتوزيع الطلبات لمجموعات. صباح الخير، نتعرف عليكي بداية. أمر أبو شالة، مدرسة الرياضيات. هلا حضرتك عم بتدرسي بشعبة التعلم المتمازج، شو الطريقة اللي تستخدميها هون؟ هلا في بنقسم لمجموعات وبناخذ تمارين وبنحلها وبنسجل العلامات هالمجموعات، واحيانا ناخذ دروس على النت. هلا بدي اسالك حضرتك بتدرسي بهي الشعبة وبتدرسي بالشعب الثانية اللي مو تعلم متمازج؟ ايوه. شو بتلاقي انت بالنسبة لك كمدرسة شو الفرق؟ هلا هون اكيد يعني الوسائل عم تساعدك توصليهم فكرة اكثر للطالب، يعني بتقدري تشرحي لهم اكثر، توصلي لهم فكره اكثر. العدد هون بيسمح لك تقسميهم والمكان لمجموعات تناقشيهم نحل، اكيد بساعد هذا الشيء اكثر من. وبالنسبه للطالبات قديش عم بتلاقي فرق ضمن الصف العادي او ضمن التعلم المتمازج؟ والله هون افضل، يعني اي طالب منيح. نتمنى لك التوفيق، وبنتمنى معناها شعب التعلم المتمازج تكون عنا تتوسع لتشمل اغلب مدارسنا. ننتقل للطالبات، نتعرف عليكي. روان سعيد. روان، هلا شو عم تاخذوا؟ عم ناخذ رياضيات. هلا انت كيف بتلاقي طريقه الاعطاء هون ضمن التعلم المتمازج؟ كثير حلوه الطريقه، كثير حلوه، خصوصي انه هون في طلاب طالبات متميزات، يعني يكون علاماتهم عاليه وبيفهموا حتى هون، يعني بنقدر نعيد الدرس على ونفهمه اكثر على الوسائل اللي بيعطونا اياها هون. ننتقل كمان للطالبه هون، نتعرف عليكي.
جنى قواس. جنى، هلا انت سابقا بالسابع والثامن والتاسع بصفوف عاديه، وهلا جيتي على المتمازج، شو الفرق اللي لقيتيه هون بطريقه التعليم؟ في فرق انه هون عم تستخدموا التكنولوجيا اكثر، يعني انه بصير في طريقه توصيل المعلومات اكثر، فبالتالي انه الطالب انه ما بيلاقي مشاكل ابدا في فهم المعلومات ابدا. نتمنى لك التوفيق. بننتقل كمان لطالباتنا هون، يسعد اوقاتك. امين عاقل، تحكي لي كمان هلا انتم بطريقه لما عم تاخذوا الدروس وموضوع استخدام التكنولوجيا، قديش عم بتلاقي انه شيء عم بيساعدك؟ هلا انه صار كثير دراسه اسهل، وحتى صرنا نتحمس انه نحن نسبق وندرس عن انسى مشان نجي نشارك هون، وبكثير احلى يعني كمبيوترات كدراسه كايبادات بكثير. كمان ننتقل لطالبه هون، تعرف عليكي؟ اسماء زين الدين. شو سبب اختيارك للمتمازج؟ كان عندك فكره قبل عنه ولا هون بالمدرسه بس؟ هون مجموعات احسن، انه بناخذ انه بنحل مجموعات كروح وحده بالمجموعه احلى من الصف العادي. نتمنى لكم التوفيق. طبعا مثل ما احنا شايفين تعلم المتمازج من الطرق الحديثه للتعلم اللي عم بيستخدموا فيها طلابنا التكنولوجيا كوسيله للتعليم، وطبعا ضمن الشبكه مثل ما قلنا التواصل، كتابه الوظائف، حل الوظائف دون استغناء عن الكتاب، لكن هون بيكون عم بتكون الطريقه افضل واكثر متعه لطلابنا. ومثل ما قالوا طلابنا ومعلميننا انه بنتمنى يكون التوسع بالسنوات القادمه لشعب بالتعلم المتمازج بمدينة حلب، حتى ممكن أنه توصل لصفوف الشهادات سواء التعليم الأساسي أو الثانوية. هذا كل شيء كان عندي اليوم، وبنرجع لزملائنا بالاستديو. بدي أشكرك زميلي ضياء، طبعا كنت معنا في تغطية عن آلية التعليم المتمازج في حلب، وننتقل إلى حماة ومتابعة سير العملية التعليمية في مدارس التعليم المهني بحماة، وزميلنا وليد سلطان معنا من الثانوية المهنية الصناعية الأولى لحرفة ميكانيك وكهرباء السيارات والآليات الزراعية، وإضاءة على سير العملية التعليمية وأهمية تعزيز المهارات وربط التدريب العلمي بالتعليم المهني لرفض سوق العمل بالكوادر المدربة علميا ومهنيا. والتفاصيل معك زميل وليد. نعم، أسعد الله أوقات الجميع، لكم مني التحية، بداية السادة المشاهدين لهم مني التحية، والزملاء المراسلين في بقية المحافظات أجمل التحية وأعطرها. نحن طبعا في أسابيع ماضية رصدنا لكم العملية التعليمية في مختلف المفاصل سواء التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي، وفي رأس الماضية رصدنا التعليم المهني يسير بشكل جيد. لازلنا نرصد العملية التعليمية في مجال التعليم المهني. وزارة التربية أولت جل الاهتمام، والحكومة ككل أولت الاهتمام في هذا التعليم نظرا لأهميته في المرحلة القادمة في إعادة الإعمار البلاد. نحن اليوم حاطفين الرحال في الثانوية المهنية الصناعية الأولى لحرفة ميكانيك الكهرباء، ميكانيك وكهرباء السيارات والآليات الزراعية. راح مباشرة نلتقي مع المهندس زاهر ناصر مدير الثانوية حتى نطلع على كيفية العملية التعليمية في هذه الثانوية، ونحط السادة المشاهدين بوضع المهنة اللي بيتدربوا عليها. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك، أسعد الله صباحكم بكل خير. أستاذ، هلا نحن نوهنا العملية التعليمية الحمد لله عم بتصير بشكل جيد، مهنة الآليات الزراعية والكهرباء السيارات كيف الإقبال الطلاب عليها؟ لو قارنا هذا العام بالعام الماضي لوجدنا الإقبال يزداد، والطالب كان سابقا مترددا في أن يختار مهنة ميكانيك وكهرباء المركبات أو مهنة الآليات، أما في هذا العام فإن طلابنا متيقنين أنهم يختارون المهنة الصحيحة والتي تفيدهم في حياتهم العملية اليومية. أستاذ زاهر، نحن مثل ما ملاحظين بالقسم الآليات متوفرة بشكل حديث، كيف عم يتدربوا عليها؟ نحن يوميا وفي كل صباح في عنا معلمين بخطة عمل محددة منتقاة من قبل رئيس الدروس الفني، بحيث أنه تدخل الطلاب بمجموعات إلى هذه الورشة ويقومون بعملية فك وتركيب المحركات بأيديهم لإتقان العمل بشكل جيد، بالإضافة إلى كل ما يتواجد أمامكم. بدي لك يعطيك العافية أستاذ زاهر. طبعا بدنا نرصد قبل ما أنتقل للطلاب وللمعلمين آليات موفرة ووفرتها وزارة التربية كل مقاطع حديثة حتى يتعلم عليها الطلاب وفق الأسلوب الحديث والمنهاج الحديث. مباشرة راح ألتقي مع أحد المعلمين. بدي لك يعطيك العافية.
هلا نحن اليوم عم ندرب الطلاب على الجرار، كيف شو طبيعه العمل التدريب؟ الاستاذ الجرار يعني هو القسم الاهم بالالات الزراعيه عندنا هون، وبالارض بالنسبه له هو العمود الاساسي للارض يعني. هلا الطلاب كيف عم بيتفاعلوا؟ مهنه حلوه، متفاعلين معها، بيفهموا عليك؟ الطلاب اول ما احبوا المهنه هذه كونه هي مجال عملهم، لانه اولاد ريف، فهمت علي استاذ؟ فالطالب اول ما جاء قال الاستاذ انا انتسبت للفرع الزراعيه، لانه انا بيهمني شو اسمه بين معدات زراعيه وجرار وما جرار، يعني انه عندهم بالبيت وبيهتموا بهالشغله يعني. هلا نحن من خلال التعليم خلال العام صار الطالب يعتمد على نفسه، اذا اجته عطل بالجرار بآلية زراعيه اول شيء بنعرفهم عليهم الاستاذ، ومعه سنتين بالبكالوريا ان شاء الله بصير بيتعلم على الفك والتركيب والاعطال كلياتها. بدي لك يعطيك العافيه، كمان بدي اخذ اراء الطلاب اللي عم يتعلموا على مهنه هي، انت ليش اخترت المهنه آلية زراعيه؟ انتسبت الى استاذ بما اني بحب هاي الشغله استاذ، وانا من الريف انتسبت الى استاذ لانه بما اني من الريف بحب هاي المهنه مشان اصلح تراكتور. هلا نحن شايف انا جرار عامل مقطع له، عم تتعلموا على كل الاجزاء فيه؟ طبعا استاذ. كيف المهنه بحد ذاتها؟ ممتازه استاذ، بتعلم كل شيء صح. بدي لك يعطيك العافيه، طبعا بدي انتقل لمجموعه اخرى من المعلمين، كمان بدي رد كرر الكاميرا عم ترصد مقاطع سيارات حديثه حتى يتعلم عليها الطالب بمختلف مفاصل العمل، كمان احد المعلمين لك يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلين اهلين استاذ. نحن هون مجموعه من الطلاب عم يتعلموا، شايف مقطع حديث بكل السياره، شو بنقدر نحكي؟ مقطع كامل عندنا من بدايه السياره لنهايه السياره، بفرجينا بنعلم الطالب كيف العمل من المحرك لعلبة السرعة لجهاز تفاضلي، كل هالعمل هذا بيحسن يشتغل عليه الطالب من بداية السيارة لآخر السيارة بشكل كامل ومقطع كامل للآلية عندنا هون. يعني هلا إذا عطل سيارة حديثة هذا نفس تماما حديثة، هي سيارة حديثة، برنامج حديث، كله نظام حديث، وعم نشتغل عليها ونعلم الطلاب ويستفيدوا من هالعمل جيد جدا عم يستفيدوا. كيف متفاعلين الطلاب مع هالمهنة؟ رائع جدا رائع. كمان بدي أسأل أحد الطلاب، بدي لك مرحبا. أهلا وسهلا. انت اخترت المهنه هي على رغبتك؟ اي نعم. شو رايك بهالمهنه؟ كويسه استاذ، جيده، مستفيد منها حياتنا العمليه، ومشتغل خارج الدوام يعني كميكانيك زراعه تقويتنا، ومستفيد منها الالياتنا. برافو. هلا خارج دوام هي شغله حلوه اني عم تستفيد منها خارج دوامك؟ فينا اي مزبوط. يعني هلا صار بامكانك بعد ما تتخرج ان شاء الله بكالوريا ومعهد تعتمد على نفسك وتفتح مهنه؟ ان شاء الله. ان شاء الله استاذ يعطيك العافيه. طبعا بدي انتقل كمان لمجموعه اخرى، وكمان ملاحظ سياره حديثه جدا، سياره حديثه كامله يمكن بيدربوا عليها الطلاب، كمان احد المجموعات الثانيه. بدي لك يعطيك العافيه استاذ. هلا نحن كمان هون مقطع حديث جزء من السياره، شو عم نشرح للطلاب؟ نحن عم نشرح للطلاب هلا اليوم الفاصل واصل، القابض الاحتكاكي، طريقه اجزائه، طريقه عمله، فصل وصل الحركه من المحرك الى باقي اجزاء نقل الحركه، هو الحركه الاولى لنقل الحركه بعد المحرك الاحتراق الداخلي. هلا بعد الشرح النظري الطالب عم بفك بركب احيانا؟ إيه، لانه في عندنا الوقت شوي قليل، لكن عم يلحق قسم كبير من الطلاب، عم بفكوا وبركبوا الاجزاء وبيشوفوها بايده. طيب هلا بعد المقطع هي ما عندنا سياره يجربها الطالب يطلع عليها يسوقها؟ للاسف ما في. تمام، اذا هي احدى المطالب نحن توفير الاليات حتى يصير تجربه عليها. طيب نحن هلا هون في عندنا ورشه اصلاح سيارات، نحن ما فعلناها؟ مفعله. تمام. مفعله، وهلا في عندنا قسم من الطلاب كل ما طلبونا لتحت عم ننزل الطلاب بيشوفوا على ارض الواقع وبفكوا بايدهم. اذا هي نحن هي احدى الوسائل، ورشه اصلاح المركبات، بيتعلم الطالب مهنه بيستفيد منها ماديا. بدي اسال احد الطلاب، مين بده يحكي لي عن هي؟ الطلاب مرحبا. هلا ان هي حرفه ميكانيك كويسه للطالب، بيكون راس مال من لا شيء. نعم. بالمهاره اليدويه، شو رايك فيها؟ انه حرفه ميكانيكيه يعني جيد. ما بتقدر تعتمد على نفسك فيما بعد؟ نعم استاذ. تماما. هلا تعلمنا هون فك تركيب وشو امور نظريه؟ نفك ومنطبق ونشتغل. يعني اذا والدك او احد اقربائك عنده سياره معطله بتقدر تحل المشكله؟ نعم. هي شيء جيد، اذا هي احدى المبشرات الطلاب بيعتمدوا على نفسهم. نوهتنا قبل قليل اني ورشه الاصلاح المركبات متوفره هون، بيستفيد منها المعلم والطالب ماديا ومعنويا. بدي كمان التقي مع الاستاذ، مرحبا. اهلا وسهلا. نتعرف على حضرتك وعملك. الاستاذ عيدو الحامد، رئيس الدروس الفنيه بالصناعه الاولى. نرحب بكم بالصناعه الاولى. استاذ هلا نحن الدروس العمليه اهميه كبيره لك، كيف عم نشكل مجموعات، كيف عم نشرف على المعلمين اللي يطبقوا المنهاج؟
هلا بالنسبه لنا نحن كثانوي صناعي اولى صار عندنا بلغ عدد الشعب بالنسبه للعاشر الميكانيك عندنا 3 شعب، وبالنسبه للالات الزراعيه بلغ عندنا شعبتين، العدد صار عندنا شي 100 طالب الات زراعيه وشي 125 طالب ميكانيك حرفه ميكانيك. هذا العدد السنين شيء جديد، وهذا الشيء جديد ومقبل، يعني مقارنه بالسنين الماضيه ما كان في عندنا الاعداد هاي، السنه هاي اعداد كبيره، وان شاء الله يكون العام هذا عام كويس، والطلاب عندنا بشكل عام كويسين واكثرتهم من الريف، وهذا الشيء يدل على انه هذا الطالب جاي يتعلم بحقه حقيقي. ونحن كثانوي صناعي عندنا مؤمن كل شيء لهون، يعني بالنسبه لل هذا المقطع عباره عن مقاطع للاليات بيجينا بشكل مجسم، والمعلمين بشكل عام قادرين يعطوا بشكل صحيح هذا الامر. بدي لك يعطيك العافيه، شكرا. طبعا زملاء مثل ما ملاحظين رصدنا عمليه التعليم المهني الحمد لله تسير بالمسار الصحيح، هي احدى روافع للنهوض بالمجتمع نحو الافضل، طلاب مقبلين على هذا التعليم، كادر تعليمي جيد ومواد متوفره من احدث الالات والتجهيزات وفرتها وزاره التربيه حتى يتعلم الطالب بشكل جيد ومن ثم ينطلق الى سوق العمل بجداره واقتدار. نتمنى التوفيق والنجاح للطلاب والى مزيد من التالق دائما في مجال التعليم المهني. كنت معكم انا ولي السلطان من حماه، ومن خلف الكاميرا المصور حكم الحموي، والى لقاء اخر، تحيه لكم مني وعوده الى الاستوديو المركزي. بدي اشكرك زميل وليد، كنت معنا من حماه. واكيد التعليم العملي، العملي هو عماد واساس التعليم المهني اللي بيؤدي لترسيخ المعلومات وبالتالي تطبيقها على ارض الواقع. ننتقل الى دير الزور، وزميلنا فاروق مطحي معنا من ثانويه الشهيد مهيب علوان الصناعيه، واضاءه على واقع سير العمليه التعليميه واعداد وتاهيل كوادر تتميز بمهارات قادره على الانخراط بسوق العمل وتلبيه احتياجاته المهنيه والحرفيه. والتفاصيل معك زميلنا فاروق. صباح الخير زملاء في استوديو الفضائية التربوية، صباح الخير مشاهدينا الكرام. نحن اليوم معكم من مديرية التربية في دير الزور لرصد والوقوف على واقع إحدى مدارس التعليم المهني ثانوية الشهيد مهيب علوان الصناعية. نتعرف أكثر على سير العملية التعليمية في المدرسة. سنستضيف في هذا الصباح مدير المدرسة. صباح الخير. صباح الخير. مهندس سليمان عبد الله الحمد، مدير ثانوية مهيب علوان المهنية، نتشرف بكم. نتعرف اليوم على سير الواقع العملية التعليمية في مدرسة ثانوية مهيب علوان الصناعية. بداية العام الدراسي تم تسجيل الطلاب العاشر البداية، توصل عدد الطلاب المسجلين في المفاضلة بحدود 250 طالب، تتوزع هاي حسب الشواغر بكل المهن اللي موجودة لدينا في الثانوية مهيب علوان، وانطلقنا انطلاقة جيدة في العام الدراسي بحيث أنه يكون الطالب من بداية العام جاهز لتلقي الدروس العملية والنظرية بشكل كامل. هل هذا العام يعني بالنسبة لقبولات الصف العاشر هل اختلف القبول والإقبال من قبل الطلاب عن العام الماضي؟ زاد الإقبال بعد فترة معينة، طبعا كان العدد قليل جدا، بعد فترة زاد الإقبال بحدود وصل إلى 270 طالب، يعني في فترة أسبوع زمان سجل عدة تقريبا بحدود 100 طالب. طبعا السبب كان بحملة توعية يعني للطلاب بالتسجيل. إذن حملات التوعية التي شهدناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان لها الدور الإيجابي في استقطاب الطلاب نحو التعليم المهني. طبعاً إحنا وفرنا على الأهالي بهذه العملية أنه يجي لعندنا لعند المدرسة ويسأل شو هاي الحرفة، شو يطلع له، شو مستقبلها، شو النوع التدريب اللي تلقاه ويستفيد منه بالسوق. إحنا وفرنا بهاي المنشورات الإعلانية أنه يستفيد طالب والأهل. بالنسبة للدروس العملية النظرية كيف تسير؟ تسير الدروس العملية والنظرية وفق مخطط ممنهج من الوزارة، طبعا إسناد كل معلم بحرفة معينة بساعات معينة بتدريس المادة الفلانية بحيث أنه الطالب يستفيد أثناء خروجه إلى سوق العمل والواقع. وإحنا لدينا طلاب موجودين الآن في السوق يعملون بشكل جيد ونستفيد من خبراتهم الآن في الثانوية في مثلا في مهن الموجوده مهن التكييف حاليا موجودين فيها. احنا اذا هناك تطبيق لمرسوم 38 خاص بالتعليم طبعاً يعني طبعاً استفاده للمعلم والطالب. طبعا بالكل عندنا طبعا الشغل قابل في الورشات، اشتغلنا نجاره، اشتغلنا مثلا تمديد شبكات كهربائيه في مديريه التربيه، اشتغلنا المنيو، اشتغلنا طاولات، اشتغلنا ترابيزات، اشتغلنا كراسي، ما خلينا شيء طبعا مطلوب منا من ضمن التربيه اشتغلناه. نحن الآن متواجدين في ثانوية مهيب علوان الصناعية، لا أعرف هذه الحرفة يعني حرفة مهنة التبريد والتكييف، طبعاً قسم التكييف حصراً، بعدنا طلاب مكيف، أحد مكيفات الثانوية عطل، قام نجهز به
ويتدربون عليه بنفس الوقت ضمن الدرس المخصص لهم. تمام، إذا سندخل لإحدى الصفوف لنتعرف أكثر على درس أو ورشة حرفة التكييف والتبريد. سيكون معنا رئيس الدروس النظرية، نتعرف الدروس الفنية أستاذ بشار النجار، رئيس الدروس الفنية في ثانوية مهيب علوان المهنية. دوركم بالإشراف على هذه الدروس الفنية. نقوم بالإشراف على الطلاب والمعلمين من أجل تطبيق الخطة الدرسية والعمل وفق المناهج الدراسية، وبحيث يكون المتدرب أو الطالب قادر على العمل في مهنة التكييف والتدريب، بحيث يكون قادر على إنشاء ورشة وفق المرسوم التشريعي 38. الطلاب المتواجدين الآن في الدرس هم الآن نحن في مهنة التكييف والتبريد، هذا قسم التكييف يقوم الآن بإجراء صيانة لأحد المكيفات كما ترون. طبعا يقوم الطالب بإجراء الفحص للضغط والعمل بتركيب ضغط جديد بحيث يقوم بعملية اللحام، ومن ثم العمل على تركيب هذا الضغط بحيث يكون جاهز للعمل. تمام، إذن هناك متابعة للدروس العملية من اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي. طبعا. تمام، سنتعرف أكثر على الدرس نحن متواجدين اليوم في درس مهنة التكييف والتبريد. نستضيفك أستاذ، صباح الخير. الله يسلمك ويعافيك. تعرف بي أستاذ حسام العبيد. أستاذ نعم. تعرف على الدرس اللي تعطيه. طبعا إحنا عندنا هنا مكيف قطعتين، استبدال ضاغط لمكيف قطعتين، نعمل له صيانة طبعا المكيف، قمنا باستبدال الضاغط، وبنفس الوقت نعلم الطالب شلون يلحم، شلون يركب الضاغط، بحيث انه المكيف يطلع من عندنا جاهز من هون على التركيب. طيب بالنسبه لمستوى الطلاب الدروس العمليه النظريه، نتحدث اكثر عن مستوى الطلاب اللي انت مشرف عليهم. والله استاذ يعني الطلاب وضعهم ان شاء الله يكون ممتاز باذن الله. قادرين يعني على الدخول الى سوق العمل ان شاء الله استاذ، اكيد بده، احنا ما نطلع طالب من هون الا يكون فهمان الامور كلياتها بالنسبه لمهنه التكييف. تمام، نتعرف على احد الطلاب اليوم اللي عم يشتغلوا مهنة التكييف والتبريد، نتعرف عليه. محمد وليد شغيلان، طالب ثالث ثانوي تبريد التكييف. تمام، استفادتكم من الدروس العملية وتطبيقها على الكتاب؟ على نحن نستفيد من المعلمين انه نتعلم مصلحة وندخل بطريقة على السوق. تمام، هل انت قادر اليوم الدخول السوق؟ هل انت اي قادر الدخول السوق، لانه اساتذتنا انا كل شيء قام الاستاذ يشرفوا عليه واحنا نشتغل بايدينا، وبعد الظهر يعني قام اشتغل بمحل. تمام، اذا كما تبع نتعرف على طالب اخر يحدثنا، كان يعمل على عبد الله محمد العايش. يعني شو كنت عم تسابقه؟ تجميع الدارة تبديل ضغط. تمام، انت اللي كنت عم تلحم. ايش هذا تعلمته تطبيق الدرس النظري على العملي. تمام كل الشكر. اذا كما تابعنا مشاهدينا، مستمرة العملية التعليمية على قدم وساق، متابعة من قبل الكوادر الإدارية، إدارة المدرسة ومديرية التربية للتعليم المهني، لتطبيق جميع الآليات، الاستفادة من المخابر الموجودة، الطلاب يكونون قادرين على الدخول إلى سوق العمل، والاستفادة من المرسوم 38 الذي شجع وعمل على يعني تحقيق إيجابيات كثيرة في سوق التعليم المهني. كان معكم مراسلكم فاروق المضحي من أحدى الثانويات المهنية في دير الزور. بدي أشكرك زميل فاروق، كنت معنا من دير الزور. وطبعا إعداد وتأهيل الكوادر من أهم الأولويات التي تتصدر المشهد التعليمي بشكل عام، وتساهم برفض سوق العمل لسد الاحتياجات إن كانت حرفية أو مهنية. ومستمرين معكم مشاهدينا بمتابعة للواقع التعليمي في مدارس محافظة السويداء، وزميلتنا سمهر دنون معنا من مدرسة الشهيد محمود حرب، وإضاءة على الواقع التعليمي وشعب رياض الأطفال، والتفاصيل معك زميلتنا سماهر. نعم، تحية لكم زملائي في الاستوديو المركزي وزملائي المراسلين في باقي المحافظات، وعلى المحبة نلتقي مشاهدي شاشة الفضائية التربوية السورية، بالتحديد برنامج مراسلو التربوية، ضمن خطتنا في مواكبة العملية التعليمية وسير العملية التعليمية. أنا اليوم في مدرسة الشهيد محمود حرب للاطلاع على سير العمل التربوي والتعليمي، وأيضا للاطلاع على شعب رياض الأطفال الموجودة ضمن هذه المدارس. طبعا تفاصيل أكثر عن سير العملية التعليمية هنا سألتقي بمعاون مدير المدرسة السيد يحيى العفيفي، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم، الله يعافيكم. نحن بدنا نكون بجولة مع حضرتك على هاي القاعات الموجودة بالمدرسة، ونحكي عن سير العملية التعليمية، كيف عم بيكون عندكم؟ عندنا يعني بالمدرسة 609 طلاب موزعين على 20 شعب صفية. نعم. وفي عندنا شعب التحضيري. نعم. 29 طالب فيها، وباقي الصفوف كل صف يعني شعبتين أو ثلاثة في عندنا. يعني مضي شهر ونحن بالاسبوع الخامس من بدء العام الدراسي، سير العمليه التعليميه وفق المنهاج؟
الامور كلها ماشيه على خط وفق الخطه الدراسيه المرسوم من قبل وزاره التربيه. والكتب بس يعني مشكله الكتب انه في كتب مستخدمه يعني قديمه شوي. في كتب غير متوفره نهائيا؟ لا لان تقريبا بالانجليزي بس في نقص شوي بالانجليزي. بس اي صفوف او بشكل عام يعني؟ بشكل عام. توفر الاطر الاداريه والتدريسيه، في اي شواغر غير مرممه؟ لا لا كلها امور ممتازه. يعني كل شعبي في لها مدرسه وموجود؟ مدرس وفي عندنا اختصاص. نعم. رياضه، رسم، موسيقى، كل شيء جاهز. مع الاطر الخدميه؟ بس عندنا نقص بالمستخدمين. نعم. يعني مدرسه مثل هذه فيها 600 وشوي، فيها ثلاث مستخدمات بس. ثلاث مستخدمات ما بيكفي؟ ما بيكفي لا طبعا اكيد. لانه كل ست شعب القانون بدهم مستخدم. بدأتوا باستجرار مادة التدفئة المازوت أو بعد؟ لا بعد لحد هسه ما وزعونا مازوت. يمكن بعد الخطة ما بدأت. نحن راح ندخل على بعض القاعات الصفية نحن وحضرتك بهاي الجولة. يعطيكم العافية، صباح الخير. مرحبا. صباحك هلا، يسعد صباحك. اسم حضرتك؟ نيرمين علاوي. السيدة نيرمين علاوي معلمة صف. معلمة الصف الأول. دائما له خصوصية. طبعا في علاقة استثنائية بين معلمة الأول والطلاب. دائما بده يكون في علاقة ودية مبنية على الاحترام، فيها مبادئ، غرس، قيم، سلوكيات. يعني بده الولد يحس انه بدها تكون المعلمه ام قبل ان تكون معلمه. كتب موجوده كامله؟ هلا موجوده، بس يعني مثلا واجهنا صعوبات انه بعض الكتب كانت مستعمله، يعني اضطرت الاهل لحتى تشتري كتب على حسابها لاولادها. يعني طالب الاول بده يشتغل على كتاب نظيف. نعم. ما بده يكون محلول من قبل. الخطه الدرسيه كيف عم بتكون؟ عم نمشي على الخطه الدرسيه المعممه من قبل الوزاره. يعني حسب توزيع المنهاج، لا مقدمين عن المنهاج ولا متاخرين. ماشيين على الخطة المدروسية. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا هلا. رح انتقل لبعض التلاميذ هون. مرحبا. هلا. شو اسمك؟ لين. شو اسمك؟ لين. لين خبريني شو رح تصيري بالمستقبل أنت؟ قاضي. قاضي؟ يا بطلي كيف نحن بنقدر نحقق طموحاتنا عن طريق شو؟ كيف رح تصيري قاضي؟ رح تدرسي وتجتهدي ما هيك؟ يا بطلي أنت أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق. خلينا نشوف كمان هون هيك حدا من الشباب. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ منيح. شو اسمك؟ نوار. نوار شو انت رح تصير بالمستقبل؟ دكتور. كيف نحن بنقدر نصير اطباء ونحقق طموحاتنا؟ عن طريق شو؟ كيف الانسان بيقدر يكون يصير طبيب؟ الدراسه والاجتهاد والمثابره؟ تمام، والتدريب المستمر يا بطل انت. اتمنى لكم كل التوفيق. نحن وبنستمر نحن بالجوله معك استاذ يحيى. يعطيك ألف عافية. هلا هلا هي شعبة صف أول. هون شو في شعب؟ بنفوت على صف ثاني؟ نعم بنفوت على شعبة ثاني ولا صف ثاني أيضا. خلينا نشوف هون. يعطيكم العافية، صباح الخير. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. اسم حضرتك؟ إيناس الجرماني. إيناس الجرماني. الصف الثاني. نعم. كيف عم بيكون سير الخطة الدرسية؟ الحمد لله الخطة الدرسية عم بتصير بشكل ممتاز. في عنا تفاعل من التلاميذ، في عنا كمان تفاعل من الكادر الإداري والمعلمين كافة. في أي صعوبات؟ يعني لا تخلو المواضيع من بعض الصعوبات. مثلا يعني ممكن شيء يتعالج؟ هلا كان في عنا بعض الصعوبات في بداية العام الدراسي من خلال توزيع الكتب وكان المنهاج، لكن الحمد لله أنه خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي تم. نحن حاليا أو بداية العام مع الإقلاع ومع الانطلاق ممكن يكون في بعض الأمور، ولكن حاليا بهاي اللحظة في أي نقص بالكتب؟ لا الحمد لله كافة الكتب توزعت. على صف الثاني كانت الكتب جميعها جديدة، طبعا تم استبدال الكتب القديمة بكتب جديدة. الحمد لله صعوبات حاليا ما في اي صعوبات، بكفي تفاعل التلاميذ معنا وحب للقدوم للمدرسه. يعطيكي الف عافيه، كل التوفيق لك. رح نشوف هيك بعض التلاميذ والطلاب الحلوين والشاطرين. مرحبا. اهلا. شو اسمك؟ لور. لور؟ لور خبريني كيف هيك عم تدرسي وتتابعي دروسك؟ كيف عم بتروحي على البيت عم تكتبي كل وظايفك؟ شو انت بدك تصيري لما بتكبري؟ دكتوره. شو اسمك؟ تيم. تيم، نحن كيف بنتقي من مرض الكوليرا؟ منغسل ايدينا بعد الاكل وقبل الاكل، وبس نفوت على الحمام بعد الاكل بعد الدخول على المنحاض. يا بطل انت، برافو عليك. نشوف بعض الطلاب. مرحبا. شو اسمك؟ تيمور. تيمور شو راح تصير بالمستقبل؟ رسام. ان شاء الله بتصير احلى رسام يا رب. عم تاخذ هونك دروس؟ كيف هيك عم بتلاقي المدرسه؟ مبسوط ان شاء الله يا رب. عطول مبسوط. شوف هون البطلي. مرحبا. أهلين. شو اسمك؟ ملك مزهر. ملك خبريني كيف نحن بنتقي من مرض الكوليرا؟ لازم نغسل ايدينا
ونفرش اسناننا ونتعقم قبل الاكل وبعد الاكل. يا بطلي برافو عليكي، انا اتمنى لكم كل التوفيق، يعطيكم الف عافيه. استاذ يحيى خلينا مستمرين هيك بالجوله ايضا هون في قاعه، نعم قاعه رياض الاطفال. شعبة التحضيري، يعطيكم الف عافيه، يعطيكم العافيه، مرحبا. يعطيك العافيه. هلا الله يعافيك. اسم حضر؟ الانسه غيداء غصن. عندكم هون شعبة رياض اطفال، استعدوا للالتحاق بالمدرسه، كم طفل؟ عندنا 28 طفل. اجوا كل واحد حامل بالونه، استقبلناهم احلى استقبال. اليوم عم نعطيهم حرف الباء باشكاله. جهزنا الوسائل. والطلاب الصبح اجوا من الصبح كمان، صباح الخير، استقبلناهم استقبال حلو. بلشوا ياكلوا طعامهم. خلصت فتره الطعام وهلا راح نبلش بالدرس. نعطيهم حرف الباء. يعطيك الف عافيه. ايضا راح التقي بمربي ثاني سيده مجد صعب. يعطيك اهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. اهلا فيكي. نحكي عن شعبه استعدوا للالتحاق بالمدرسه رياض الاطفال، عندكم شعبه التحضيري للخمس سنوات، هل كل الوسائل متوفره؟ ايه تقريبا كل الوسائل متوفره. الكتب؟ الكتب للاسف ما توفرت. توصلنا مع التربيه ومن المكتب التاخير بالشام لهلق، حتى المكتب بالسويدة انه نتواصل معه بتقول ما في كتب للاسف بالشام، عم باخرونا يعني. تفضلي. كيف عم تعملي يعني؟ عم بدي اسالك انه كيف عم تعملي لحتى تتلافي هذا النقص؟ بصراحه الموضوع متعب علينا انا والانسة. هلأ عم تبع الدليل بشكل حرفي، عنا دليل مربي مشتغل عليه، عم تبع الدليل بشكل حرفي بكله، بس في أمور مثلا مفروض تكون على الكراس كثير بتريحني، أنا عم بضطر أشتغلها بإيدي مشان نوفرها للطفل. يعني الطفل عمليا ما عم بيروح عليه شيء، بس التعب عم بيكون ضغط علينا نحن. وأكثر تدريب للطفل إذا كان الكراس موجود. وسائل موجودة كافية؟ تقريبا مو كافية 100%، لا بعد في لازمنا وسائل أكثر. عندكم وسائل استلمتوا؟ استلمنا من التربية وسائل، أما اليونيسف بصراحة بعد ما سلمتنا وسائل، يعني ما وعدتنا وبعد ما أجت من سنة الماضي وعدتنا بالوسائل وما جابت. يكون في خصوصية للتعامل مع الطفل خمس سنوات، حضرتك خريجة رياض أطفال؟ أي طبعا خريجة رياض أطفال. تخصصكم يعني؟ أي تخصصنا وخبرة، صار لي زمان بالرياض أطفال. يعطيكي ألف عافية. الله يعافيكي. أيضا رح ألتقي بالموجه الاختصاصي الأستاذ مالك الشومري، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، يسعد صباحك، حيا الله. أستاذ مالك، هي شعبة من عدد من الشعب الموجودة على امتداد محافظة السويداء اللي تم افتتاحها بالتعاون ما بين المركز الإقليمي تنمية الطفولة المبكرة ووزارة التربية، شعب استعدوا للالتحاق بالمدرسة للأطفال عمر خمس سنوات، احكي لنا لو سمحت عن عدد الشعب على امتداد محافظة السويداء. أهلا وسهلا فيكم بإحدى قاعات شعب التحضيري برنامج استعدوا للمدرسة خمس سنوات. عمر المشروع من 2018 بدأ، هلق نحن بال 2022 تقريبا صار بنهايته، هو مشروع ولكنه على أرض الواقع حقق إنجازات كثير جميلة ورائعة وحقق الأهداف التي وزارة التربية تصبو إليها. عدد الشعب التحضيري بمحافظة السويداء السنة الماضية كانوا 115 شعب التحضيري على أرض الواقع، السنة زادوا حوالي 12 شعب التحضيري، يعني 127 شعب تحضيري بمحافظة السويداء. طبعا هن ممتدين على مساحة جغرافية للمحافظة كلها. عندنا بالمدينة عدد من أكثر من 14 شعب تحضيري داخل مدينة السويداء، والباقي موزع على المناطق والمدن المحافظة. هناك حتى وصل المشروع إلى القرى الحدودية، يعني القرى الحدودية النائية، هناك في بعض القرى فيها شعب تحضيري طبعا، بس نوجد الشاغر اللي هو شعبي شاغرة، نوجد معلمات أو مربيات، بكون نحن جاهزين لنفتح أي شعب التحضيري لعمر خمس سنوات. يعني ممكن بأي مدرسة من مدارس التعليم الأساسي أنه تفتتح هاي الشعبة؟ طبعا هذا المشروع لازم تكون تعليم أساسي، أو ممكن مثلا مدرسة ثانوية بإحدى ال... لا أكيد بالتعليم الأساسي، يعني شرط أنه يكون مدارس التعليم الأساسي. وهذا المشروع هو أهدافه أنه يشمل ويعم كل مدارس الجمهورية العربية السورية على الحلقة الأولى، لمشان كل طفل بالجمهورية العربية السورية يستفاد من هذا المشروع الذي حقق كثير من الأهداف، وخاصة ضمن الظروف المعيشية الموجودة اللي عم يعيشها مجتمعنا. أول شيء هي شعب مجانية، ما بيدفع ولي الأمر أو الطفل، فقط ثمن الكراس والباقي كله يعطوه مجاني. هناك مربيتان اثنتان في كل قاعة صفية.
عم نشوف في خصوصيه للقاعات هي، يعني مو مثل اي قاعه عاديه مدرسيه. نعم. عم نشوف انه مثلا في هي الطاولات الملونه مع الكراسي مع الخزائن المخصصه يمكن او نعم. للطلاب وفي وسائل. هل الوسائل عم بتكون كامله لكل الشعب او في بعض شيء لازم تستكملوه؟ يعني خبرونا المدرسات انه لسه كتب وسائل ما كثير استكملوها. نعم، هلا المشروع هو بالتنسيق او التعاون مع اليونيسيف. نعم. المتبني هذا المشروع هو المركز الاقليمي لتنميه الطفوله المبكره. دكتورة كفاح الحداد أخذت على عاتقها العملية التدريبية، أخذت على عاتقها متابعة المنهاج وتأليف المنهاج. المنهاج جاهز ولكنه في الطباعة، تأخر هذا العام نتيجة ظروف يمكن مادية أو غيرها بمديرية العامة للمطبوعات، ولكنه سيأتي. وهناك أيضا كراس الإنجليزي طبعة أو في حال طباعة في المديرية العامة للطباعة، وسيكون من وزارة التربية. قبل كنا نعتمد على المناهج الإثرائية الموجودة في الأسواق، ولكن هذا العام جتنا تعليمات على أنه راح يكون هناك منهاج للغة الإنجليزية لشعب استعدوا، وسيوزع على كل الشعب في الجمهورية العربية السورية. هذا الأثاث الذي ترونه من طاولات وكراسي وأدراج هو مساعدات من اليونيسيف. السنة الماضية تم تقديم من اليونيسيف حوالي تأهيل 77 شعبة صفية، قاعة صفية لبرنامج تحضير استعدوا. والسنة خطة شو منقدم لهم نحن أسماء جديدة، سيكون لهم خطة بتأهيل الشعب المتبقي على ساحة المحافظة. يعطيك ألف عافية أستاذ مالك شومري، موجه اختصاصي لرياض الأطفال، كل الشكر لك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. ألتقي أنا ببعض الأطفال هون. مرحبا. هلا. شو اسمك؟ شوريانا. طيب شو عم تكتبي انت او شو عم تصنعي؟ شو هذا الحرف؟ حرف الباء. حرف الباء بشو عم تصنعي؟ بشو هون عم تصنعي؟ شو عم تستخدمي لتصنعي؟ شو هي المادة اسمها؟ حرف الباء الكامل. حرف الباء الكامل بشو عم نصنع؟ بالمعجون. شو اسمك انت؟ نور. وانت بطلي كمان. نور مبسوطة هون؟ ورفقاتك والأنساد معلمات؟ ايه. شو انت بدك تصيري لما بتكبري؟ شو رح تصيري لما بتكبري؟ دكتورة ان شاء الله. بتصيري احلى طبيبة يا رب. كمان خلينا نشوف هون بعض الشباب الحلوين. مرحبا. اهلين. شو اسمك؟ عارين وكاب. كم عمرك؟ 5 سنين. شو عم تكتب؟ عم بكتب حرف الباءات. عم تتعلم هون اغاني؟ ايه. شو تعلمتوا اغنيه هون؟ حافظين اغنيه تغنوا لنا اياها كلكم سوا؟ شو حافظين يغنوا لنا؟ خلينا نختم معه. يلا غنوا لنا اغنيه. شكرا لكم استاذ مالك شومري. شكرا استاذ يحيى العفيف معاون مدير مدرسه الشهيد محمود حرب، كل الشكر لكم. يعطيكم كمان الله يطيب العافيه. اذا مشاهدينا كما راينا اطلنا عليكم يوم مدرسه الشهيد محمود حرب بمدينه السويداء للاطلاع على سير العمليه التعليميه سواء بشعب التعليم الاساسي او بشعبه رياض الاطفال التحضيريه. استعدوا للالتحاق بالمدرسه، وكما علمنا من الموجه الاختصاصي لرياض الاطفال هناك ما يقارب 130 مدرسة أو عفوا شعبة لرياض الأطفال في مدارس التعليم الأساسي على امتداد محافظة السويداء. كنت معكم أنا سماهر دانون، من وراء الكاميرا ضياء الحلبي، كل التحية لكم. بتشكرك سماهر دانون، كنت معنا من السويداء وفي تغطية لسير العملية التعليمية وخاصة مع البراعم الصغار وأمل المستقبل. وختام حلقتنا من طرطوس وزميلتنا تالا الحسن معنا من مركز الباسل للتدريب والتأهيل التربوي وإضاءة على الدورات التدريبية التي تقام بهدف إغناء الميدان التربوي وتنمية مهارات المعلمين ونقل الخبرات وتفعيلها داخل الصف، والتفاصيل معك زميلتنا تالا.
مرحبا بكم زملائنا في استديو التربوية في دمشق، ومرحبا بالزملاء المراسلين في المحافظات السورية، وتحية لكل مشاهدي قناة الفضائية التربوية. اليوم نحن متواجدون معكم في محافظة طرطوس، وتحديدا في مركز الباسل للتدريب والتأهيل التربوي، طبعا لنتابع معا آخر الدورات المقامة للمعلمين والمعلمات وأيضا المرشدين النفسيين والاجتماعيين. طبعا حتى نعرف تفاصيل أكثر عن هي الدورات اللي عم تتواجد بمركز الباسل، رح يكون معي مدير مركز الباسل الأستاذ شادي ملوك. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم في مركز الباسل للتدريب والتأهيل التربوي. أهلا وسهلا فيك. خبرنا اليوم عن الدورات اللي طبعا عم تكون بشكل دوري بهذا المركز. طبعا في مركز الباسل للتدريب والتأهيل التربوي في طرطوس نعمل على تنفيذ الدورات المقررة وزاريا عن طريق وزارة التربية وعن طريق مديرية التربية في طرطوس. تقوم وزارة التربية بتنفيذ دورات مركزية، بحيث تكون الدورات مركزيا، واما مكان الاقامه يكون في مديريه تربيه طرطوس في مركز الباسل. وتقوم مديريه التربيه في طرطوس بتنفيذ دورات محليه، حيث تستقطب جميع المدرسين والمعلمين والموجهين الاختصاصيين في مديريه تربيه طرطوس، بهدف اغناء الميدان التربوي بكافه وسائل التعليميه والتقنيه. شكرا كثير لك استاذ شادي على هي المعلومات، واكيد كمان نحن الزملاء رح نتابع رسالتنا مع رئيس شعبه الاحصاء بمديريه التربيه والسلامه. يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتك، يعطيك العافيه. طبعا استاذ، خبرنا اليوم كمان عن دور التربيه بمتابعه هي الدوره. مديريه التربيه تتابع بشكل دائم كافه الدورات التي تقام في محافظه طرطوس، دورات تقام حاليا بالتعاون مع منظمه الاسعاف الدولي. هي الدورات بلشت عنا بالمحافظه بتاريخ 21/8، مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع. دورات تستهدف معلمين من كافة الاختصاصات ومعلمين صف ومرشدين نفسيين واجتماعيين. دورات بتنمي مهارات لدى المعلمين لنقل هذه المهارات والخبرات لتفعيل دورها في داخل الصف ضمن المدرسة، فعالة جدا لتنمية مهارات المدرس وتعكس بشكل إيجابي لتلميذ وواقع المدرسة في المحافظة. ايش عم بيكون مدة كل دورة؟ مدة كل دورة 5 أيام، بتبلش من يوم الأحد بتنتهي يوم الخميس، تستهدف 25 متدرب مثل ما حكينا، حسب شو بيجي الفئة المستهدفة، ممكن تكون معلمين، ممكن تكون معلمين من ذوي الاختصاصات، وممكن تكون مرشدين نفسيين واجتماعيين. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه. واكيد زملاء هلا رح نتابع رسالتنا، نفوت سوا على القاعه نشوف المدربه شو عم تعطي، شو هي الدوره اليوم المقامه. طبعا بنقطع لك شوي درسك يا استاذ. يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا. اول شيء متعرف حضرتك؟ الهام شاهين. عفوا، الهام شاهين. اهلا وسهلا فيك. خبرينا اليوم عن الدوره المقامه بمركز الباسل. اللي هي دورة التواصل العنفي او التواصل التعاطفي او التواصل الرحيم، لها اكثر من تسميه. نحن كل سنة بنساوي أحيانا دورة أو دورتين ل 25 متدرب. على المتدربين عم بيكون من الكادر المرشدين النفسيين أو معلمين أو أنسات المصادر أو موظفين التربية، فهي كلهم بيكون ضمن وزارة التربية. بيقوم أهم شيء مادة التواصل التعاطفي أو منهج التواصل التعاطفي، بيقوم أنه هو على تعليم كيفية التواصل مع الذات قبل أنه أنا أروح أتعلم التواصل مع الآخرين. ممكن تفيد يعني بشكل مباشر هدول المعلمين والمعلمات اللي عم يحضروا هي الدورة؟ هي الدورة بتعتمد على بشكل تدريجي، ما فيني أنا مثلا أول يوم أنه أعطي المنحة كامل من المنهج. المنهج هو بيعتمد على الدقة الشديدة، بالإضافة أنه هو سهل ممتنع، يعني بقدر ما شفتيه هو أنه سهل، بقدر ما شفتيه أنه هو بيعتمد على الدقة لحتى تتواصلي معه. شكرا كثير لك، ويعطيك ألف عافية يا رب. كمان يعني زملاء نحن رح نتابع رسالتنا مع المدربين الموجودين هون، المعلمين والمعلمات. يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتك. تعرف حضرتك هبه حسن، مرشدي اجتماعي بتربيه طرطوس. اهلا وسهلا فيكي. خبرينا اليوم عن هي الدوره اللي عم تتبعيها اليوم كمرشده نفسيه، شو بتقدم لك الفائده؟ حلو كتير نحن كمرشدين وكمعلمين بمدارسنا، انه بالاضافه للخبره العلميه اللي نحن بنقوم فيها، كمان يكون عندنا طريقة حلوة لنتواصل مع الآخرين. والتواصل أكيد بده يكون بالبداية الاتصال مع ذاتي، بعدين أقدر أتواصل مع طلابي، مع أولادي، مع الأطر الاجتماعي اللي بالمجتمع اللي أنا عايشة فيه. بقى مشكورة وزارة التربية، منظمة البيو، هالدورات الغنية اللي ما يقوموا فيها لجميع الأطر التعليمية. شكرا كثير لك، ويعطيك الف عافيه. كمان زملاء نحن رح نتابع رسالتنا كمان مع احد المتدربين هون. يسعد اوقاتك. يا هلا. تعرف حضرتك؟ رنا فارس، مرشده نفسيه.
اهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم عنوان الدوره يعني هو دوره تواصل لعنيف، كثير مهمه للمرشدين النفسيين، يعني خبرينا هي الفائده من الدورات وكمان قديش مهم يتبعوها اليوم المعلمين المعلمات المرشدين النفسيين والاجتماعيين. هلا بصراحه المرشد النفسي بيوصل على شغله اذا ما نو عامل دورات كثير راح يفوت يعني بتساؤلات كثير، فالدورات هي بتدعم شخصيه المرشد، بتعزز امكانياته، بتعطيه دفعه كثير لقدام. هو كثير شيء منيح الدورات، يعني بدون دورات اكيد رح تفرق شخصيته. شكرا كثير لك وبالتوفيق يا رب. وخلينا بالختام يعني نكون هون مع الاستاذ يسعد اوقات. مساء الخير. انا تعرف حضرتك ربيع الاحمد، مرشد نفسي بتجمع الغربي بطرطوس. سهلا فيك. كمان اليوم اكيد هي الدورات بتقدم فائده مو بس على مستوى العمل، ممكن كمان بالحياه العمليه والاجتماعيه، خبرنا. طبعا التواصل التعاطفي هو جزء من اسلوب الحياه لاي شخص، فاستخدامات التواصل التعاطفي بده تكون بكل مجالات الحياه، ان كان بالاسره او بالبيت او بالعمل مع الاشخاص، مع الطلاب في مجال العمل ان كان استاذ او مدرس او حتى كموظف بالتربيه، بالتعامل مع مراجعين، مع اي حدا. كيف عم بيكون التفاعل اليوم كمان مو بس مع المدربه ومع الزملاء المدرسين؟ لا، هي مبدا الدوره التواصل التعاطفي، فلذلك في تعاطف كبير وبين بدايه الدوره انه في قبول من الجميع وتعاطف ورغبه عند الكل انه تنجح الدوره بشكل افضل، يعني افضل شكل ليلى. كثير لك يعطيك ألف عافية. يعني الزملاء مثل ما عم نشوف اليوم أحد الدورات المقامة بمركز ألباس للتدريب والتأهيل التربوي اللي هي طبعا تحت عنوان التواصل اللاعنيف، عم يحضروها مجموعة من المتدربين المعلمين المعلمات وأيضا المرشدين النفسيين والاجتماعيين. نتمنى لهم كل التوفيق، وأكيد مثل ما خبرناكم مدة الدورة عم تستمر لخمس أيام متتالية. أما الآن عودة لكم الزملاء في الاستوديو المركزي في دمشق، الهواء لكم. بدي اتشكرك زميله تالي، كنت معنا من طرطوس وفي تغطيه على الحاله التربويه وخاصه النفسيه في طرطوس. وبختام حلقتنا كل الشكر لمراسلينا يلي رافقونا بحلقه اليوم، نور ونوس من حمص، وسمهر دانون من السويداء، وضياء قدور من حلب، وتالا الحسن من طرطوس، وليد سلطان من حما، وفاروق المطحي من دير الزور. وكل التحيه لكم مشاهدينا، وموعدنا بتجدد معكم الاثنين القادم بنفس الموعد. الى اللقاء.